وشكون انا؟ وشكون انا؟ لذلك انا ما نسير هاد الجمعه، هي مسيره تستهدف الراي العام. حنايا ماشي الناس اللي كيحبوا شي حاجه. هاد المسيره بالشموع صراحه ماشي هي الاولى في المدينه ديالنا. مسيره بالشموع، ملي كنقولوا مسيره بالشموع فهي تتكون من جوج كلمات، يعني كنقولوا مسيره، اذا هاد المسيره هادي يعني عندها واحد التراجي، وكنقولوا الشموع يعني راه عندها واحد الهدف انها كتوجه للراي العام، يعني الشعب، يعني نتوما. بالنسبه لهاد المسيره هي سلميه، والشموع يعني كتعني لنا عندنا واحد الامل في تحقيق المطالب ديالنا اللي هي بزاف. واليوم خصنا نهضروا على واحد النقطه مهمه اللي هي الصوره ديال الممرض في المنظومه الصحيه وداخل الشعب المغربي. الممرض ديال اليوم ماشي هو الفرملي ديال البارح ولا الفرملي اللي كيشد الرشوه ولا شي حاجه. الممرض المجاز من طرف الدوله هو واحد الممرض عنده اجازه، هو خريج المعهد العالي لمهنة التمريض والقنية الصحة، اجازه مهنيه اللي عنده، دخل بواحد البخي سيليكسيون، دوز مباراه كتابيه ثم مباراه شفهيه. ملي كنقولوا المباراه هاد الامور كامل، يعني واحد الكارير اللي هو طويل، يعني واحد السيد اللي هو مثقف وبطبيعه الحال كومبيتون بهذا المعنى هذا، وديك 3 سنين دوز فيها واحد البيريود ديال ستاج اللي هي كبيره بطبيعه الحال، يعني عارف من اتل زاد شنو غيخص واحد المريض انه يعطيه من العلاجات ديالو. الهدف ديالنا من هذه المسيره هذه هو استهداف الراي العام، يعني استهداف الشعب اللي هما نتوما، لاننا حنا كممرضين راه ولاد الشعب. راه لا يعقل انني انا ولد الشعب مثلا راني غادي نبغي شي حاجه اللي تضر المرضى، لان من غدا ممكن شي واحد في عائلتي يكون مريض. لذلك كنز الشعب انه يضم ايدو لولاد الشعب ديالو اللي هما الممرضين والطلبه الممرضين لتحقيق بزاف ديال المطالب ديالهم. بطبيعه الحال ملي كنقولوا ان هذه الامور كامله راه كاين بزاف، كاين بعض الامور اللي هي خطيره كتستهدف المنظومه الصحيه اون جينيرال، منها تفويت المستشفيات العموميه للقطاع الخاص. هذا الامر هذا غادي يضر الشعب هو اول واحد، يعني بالمواطن. حنايا هنا كناضلوا اول حاجه على المطالب ديالنا، ثم اول ثاني مستوى هو صحه المواطن، لاننا حنا راه مواطنين كاول درجه، ثم ممرضين في درجه ثانيه، والممرض هو عمود المنظومه الصحيه. وتحياتي. اليوم كانت تنسيقيه محليه قمنا بتنظيم مسيره ليليه بالشموع ردا على مجموعه من المشاكل التي نعانيها وطنيا ومحليا. من بين هذه المشاكل هذه اولها التعاقد، فالتعاقد جاء بالماده 19 من القانون المنظم للمجموعه الترابيه 0922، وللاسف الشديد هذه الماده هذه باقا يعني تعموها ضبابيه. لا مازال ما عرفناش حنايا التعاقد واش مع اي فئه غتكون، واش مع خريجي يعني المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه او الخريج الخواص. لذلك نعبر عن رفضنا التام سواء كان مع خريجي القطاع العام الخريجين اسبيت او لا كان مع اي فئه اخرى من شانها ان تنتحي صفه الممرض. بالاضافه الى ذلك نطالب الوزاره باحداث تعويضات عن التدريب الاستشفائيه، فلا يعقل ان طالب الممرض يعني كيتكلف بالمصاريف ديال التنقل ديالو الى ساحه التدريب الاستشفائيه اللي غالبا كتكون خارج المدينه ديال يعني فين كيقرا، بالاضافه الى ذلك مصاريف ديال الدراسه، وبالاضافه الى ذلك تعرض هذا الطالب هذا لمجموعه من الاخطار المهنيه اللي ما كيتعوضش عليها ولو درهم واحد. احنا اليوم نجسد مسيره بالشموع بهدف تحقيق عده مطالب، منها اولا مشاكل محليه كمشكل اكتظاظ، حيث اننا في المعهد 700 طالب تنقراو في تعديصال الافكتيف، هذا راه ما يمكنش في واحد المعهد اللي هو صغير. ثانيا مشكل التاطر اللي تلقاو داخل، مشكل الاكتظاظ والتاطر اللي تلقاو داخل المركز الاستشفائي ساعة اشعر بني ملال، تلقاونا تندافعوا مع لي بريفي، في حين ان حسب الدوريه 026 حنا اللي عندنا الحق في دوك لي ستاج حنايا الاولين. وهذا الشيء هذا كيأثر سواء على الجوده ديال التكوين ديالنا، سواء على الجوده ديال الخدمات اللي تنقدموها لضمان صحة المواطن. تعوض عن التدريب الاستشفائية، لا يعقل أننا حنا الطلبة اللي هازين المسير في عندنا حنا في بني ملال، بل في لي سبيس الآخرين وفي المدن الآخرين الطلبة اللي تيهزوا الخصائص ديال المستشفيات، في حين أن خاص يعني يتوفروا لي بيرسونيل وكنديروا هاد الخدمة كاملة، وما كنجدو حتى شي تعوض على هاد الشيء هذا، في ظل الأخطار، في ظل التضحية بالوقت، في ظل غياب المؤطرين، وفي ظل هذا الاكتظاظ والمدافعة مع بريفي، وهذا الشيء كامل وما تناخدو حتى شي تعويض. ونطالب من الوزارة بإخراج مصنف الكفاءات، وكنطالبوها ثاني بأنها هي يعني تحاول تحل لنا المشاكل لحقاش هي المسؤولة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.